أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً عن مؤشرات الطلب العالمي على الفحم وسط توقعات بانخفاض هذا الطلب بحلول عام 2026. وأضاف التقرير أن الطلب العالمي على الفحم شهد ارتفاعاً بنسبة 1.4% في عام 2023 ليتجاوز 8.5 مليار طن للمرة الأولى بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة. وزاد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة. وأما في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط والانخفاض غير المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.2% ليصل إلى 80 دولارا وسنتين اثنين للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا لتصل أي حوالي 97% لتسجل 74 دولارا و58 سنتا، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.8% لتصل إلى $2.76 سنتا للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل $2.12 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت شركة ميرسك للشحن أنها تتوقع أرباحاً أقل بكثير من مستوى العام الماضي خلال العام الحالي، ذلك بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. وقالت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بين $1 مليار و$6 مليارات هذا العام، مقارنة بنحو $9 مليارات و$600 مليون حققتها العام الماضي. قالت ميرسك في بيان إنه لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه. سجلت الصين تراجعاً في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي في أسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاماً، بينما يشير انخفاض الأسعار إلى أن المنتجات أقل ثمناً، إلا أن الأمر يمثل تهديداً للاقتصاد بشكله الكلي في حال لجوء المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاض أكبر في الأسعار. هذا وسيفاقم هذا التراجع الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد.